العالم ابن البيطار الجزء الأول. لولاهم في العالمين ما كانت. وبدأت رحلة البحار لابن البيطار نحو آفاق جديدة من العلم. العالم ابن البيطار الجزء الثالث. عالم أبو بكر الرازي الجزء الأول. مدينة الري ببلاد فارس، مدينة شهدت مولد كثير من العلماء على أرضها، واشتهر كل من ينتسب لهذه المدينة باسم الرازي. ومن أشهر هؤلاء إن لم يكن أشهرهم جميعا أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب الفيلسوف. فتعالوا معا تابعوا رحلة هذا العالم الذي لقب بأبي الطب العربي. العالم أبو بكر الرازي الجزء الثالث.